سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب المدخل لدراسة القرآن للشيخ العلامة محمد أبو شهبة عليه رحمة الله تعالى. وكنا وقفنا عند الشبهات التي تثار حول القرآن العظيم بعد ما تحدث الشيخ عن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عثمان رضي الله عنهم. أورد بعض الشبهات التي يثيرها بعض المستشرقين حول جمع القرآن. وقلنا وقفنا عند الشبهة الثالثة، يقول الشيخ الشبهة الثالثة: قالوا إن القرآن قد زيد فيه ما ليس منه بدليل ما ورد أن عبد الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، وفي رواية كان يحك المعوذتين من مصحفه، ويقول إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. هذه روايات فعلا موجودة في بعض كتبنا، وإحنا اتفقنا مع حضراتكم قبل كده إن ليس كل ما كتب في الكتب صحيح. العلماء أحيانا يذكرون الروايات الموضوعة كما جمعوا لنا الصحيح والضعيف والحسن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعوا لنا أيضا الموضوع حتى نحذره ونعلمه. والعلماء لهم مناهج متعددة في تأليف الكتب، فمنهم من يؤلف الكتب ويشترط أن لا يجمع إلا الصحيح كالبخاري ومسلم، ومنهم من لا يشترط ذلك كالسنن، ككتب السنن المسانيد. هذه الكتب لما اشترط أصحابها لا يجمعوا إلا الصحيح، وإنما يروون لنا ما صح عندهم هم، وقد يكون ما رأوه ليس صحيحا في نفسه وإن كان صحيحا عندهم هم. وبالتالي فليس كل ما كتب في الكتب صحيح كما قلنا لحضراتكم. فهل هذه الروايات موجودة في كتبنا؟ الإجابة نعم. هل وجودها في الكتب يعد دليلا على صحتها؟ الإجابة لا. هل إيراد عالم من العلماء لهذه الرواية يدل على اعتقادها؟ الإجابة لا. إذن فهذه الرواية يذكر العلماء أحيانا لبيان ضعفها، أو أحيانا للبحث عنها، أو أحيانا للتأكد من صحتها، أو أحيانا لاستثارة أهل العلم الإجابة عنها. يعني أغراضهم متنوعة، خاصة وأن أهل العلم كانوا يؤلفون ويكتبون في الغالب لأنفسهم. يعني العالم عندما يكتب كتابا كان يكتبه للجماعة العلمية، لا يكتبه لعموم الناس، لأن أمر الطباعة لم يكن منتشرا كما هو الآن. فمين ده اللي هيقعد علشان ينسخ كتاب، ولا علشان يقعد ينقل في كتاب 3-4 مجلدات؟ مين ده اللي هيقعد حتى لو هو اللي مش هيكتب بنفسه، مين اللي معاه فلوس عشان يدفع لحد يعني يكتب له الكتاب متخصص في الألفة علشان يقرأ فيه؟ وبالتالي العلماء في الغالب في القديم كانوا يؤلفون الكتب لأنفسهم ولطلاب العلم أو للجماعة العلمية. المشكلة حصلت لما انتشرت الطباعة في العصر الحديث، وصارت كل الكتب تقع بين أيدي كل الناس دون أن يدري الناس شيئا عن مناهج العلماء في التأليف أو عن أغراضهم من التأليف. فالقصد إن هذه الرواية عن موجودة عندنا. كيف سيجيب الشيخ عن هذه الرواية؟ يقول: والجواب أن هذه الروايات غير صحيحة، وأغلب الظن أنها مدسوسة على ابن مسعود، وإليك ما قاله الأئمة فيها. قال الإمام النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منها شيئا كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. وقال ابن حزم في كتاب القدح المعلى تتميم المجلى: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع، وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه
وفيها المعوذتان والفاتحة. إذن لو تأملتم القراءة التي نقرأ بها، وهي قراءة حفص عن عاصم، أو قراءة عاصم كلها، حفص وشعبة كلها مروية عن مين؟ مروية عن عبد الله بن مسعود. يعني كيف يروى ذلك عن ابن مسعود وتلامذته نقلوا عنه بالتواتر المعوذتين والفاتحة باعتبارهما من القرآن؟ فإذا إيه؟ ده كذب، وإنما صح عنه قراءة عاصم عن جر عنه وفيها المعوذتان والفاتحة، زي ما إحنا كده كلنا بنقرأ. إحنا لما اتعلمنا القرآن يا جماعة، الشيخ قال لنا لا ما تقروش المعوذتين، ده دعاء مش قرآن، أو ما تقروش الفاتحة دي مش من القرآن. هل في حد في الدنيا قال لكم كده وأنتم بتاخدوا الإجازة أو أنتم بتقرأوا القرآن؟ محدش قال لنا كده أبدا. وقال القاضي أبو بكر لم يصح عنه أنها ليست من القرآن ولا حفظ عنه، إنما حكها وأسقطها من مصحفه إنكارا لكتابتها لا جحدا لكونهما قرآنا، لأنه كانت السنة عنده ألا يكتب في المصحف إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولم يجده كتب ذلك ولا أمر به. طيب، إذا ده تخريج آخر لهذه الرواية إن صحت، يعني العلماء إن صحت الرواية فهذا تأويلها، إنه سيدنا عبد الله بن مسعود كان يرى أنه لا يكتب من المصحف أو في المصحف إلا ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كأن القرآن عند سيدنا عبد الله بن مسعود قسمين، قسم يكتب وهو ما كتبه النبي، وقسم هو قرآن أيضا لكن لا يكتب وهو ما لم يرى النبي كتبه. ده إيه تخريج الإيه؟ تخريج القاضي أبو بكر، إن كان تخريجا بعيدا الحقيقة لكن ماشي. وذهب الحافظ ابن حجر إلى صحة ما روي عن ابن مسعود، وقال قول من قال أنه كذب عليه مردود، والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل بين الروايات الصحيحة، والتأويل محتمل قد قاله القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق. يبقى إذن الحافظ ابن حجر وهو من المحدثين قال لا، ده الرواية صحيحة سندا. وهذه كما قال شيخنا العلامة الدكتور إبراهيم خليفة، هذه آفة المحدثين. وقال هذا بالمناسبة شيخنا دكتور إبراهيم خليفة في أمر آخر يتعلق في موطن آخر، كان تعليقا برضه على ابن حجر، قال ذلك تعليقا أيضا على ابن حجر، قال وهذه آفة المحدثين أنه إذا صح السند لا ينظرون إلى المتن. طيب ابن حجر الآن يصحح الرواية، والمتن بالنسبة له يمكن تأويله على نحو تأويل القاضي أبو بكر الذي قلناه سابقا، إن السنة كان عند سيدنا عبد الله بن مسعود أنه لا يكتب من القرآن إلا ما كتبه النبي، أما ما لم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يكتب، لا ينبغي كتابته. طيب، والتأويل محتمل كما قال. طيب، وعلى فرض صحة الرواية يجاب بما يأتي. فالشيخ هنا بيقول هنفترض مع الحافظ ابن حجر أن الرواية صحيحة. طيب، فيجاب بما يأتي. فتنزلا هنفترض أن الرواية صحيحة. أولا، عدم كتابتهما أو حكمها لا يستلزم إنكار كونها من القرآن، لجواز أنه كان لا يكتبهما اعتمادا على حفظ الناس لهما لا إنكارا لقرآنيتهما، فالفاتحة يقرأها كل مسلم في الصلاة، المعوذتان يعوذ بهما المسلمون أولادهم، يعوذ بهما المسلمون أولادهم وأهليهم، ويحمل قوله كتاب الله عن المصحف. قال ابن قتيبة في مشكل القرآن، وأما إسقاط الفاتحة من مصحفه فليس يظنه أنها ليست من القرآن معاذ الله، ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما جمع وكتب بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان، ومعنى ذلك أنه يرى أن الشك والنسيان والزيادة والنقصان مأمونة في سورة الحمد لاتصالها ووجوب تعلمها على كل أحد لأجل الصلاة. إذا سيدنا عبد الله بن مسعود الفكرة مش إنه كان يعتقد أن الفاتحة والمعوذتين ليستا من القرآن كما يدعون، وإنما الفكرة أن الهدف إيه من كتابة القرآن؟ الحفاظ على القرآن خوف النسيان والضياع. طيب، الفاتحة كل الناس لازم تتعلم الفاتحة عشان تصح صلاتها، المعوذتين دي أول سورة بتتحفظ في القرآن بعد الفاتحة، فإذا فكرة إن هم ينسوا أو يزاد فيهم أو ينقص منهم دي غير واردة، وبالتالي كان يرى إنه كتاباتهم غير ذات جدوى، وبالتالي ما كانش بيكتبهم في مصحفه رضي الله عنه.
الإجابة الثانية أنها رواية آحاد، فهي لا تعارض القطع الثابت بالتواتر. إحنا عندنا الآن ما ثبت بالتواتر ضد أو يعني في مقابلة رواية آحاد. إيه هو التواتر؟ إيه هو الثابت بالتواتر؟ الثابت بالتواتر هو أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ القرآن وفيه الحمد والمعوذتين زي ما روى عنه الأئمة، أئمة القراءة منهم إيه؟ ومنهم عاصم. وعندنا هذه الرواية، رواية الآحاد دي، فالشيخ قال: والعبرة في التواتر أن يروى عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، لا ألا يخالف فيه مخالف. فظن ابن مسعود أنه ما ليست من القرآن لا يطعن في قرآنيتهما. قال ابن قتيبة في مشكل القرآن: ظن ابن مسعود أن المعتل ليس من القرآن لأنه رأى النبي يعوذ بهما الحسن والحسين فأقام على ظنه، ولا نقول أنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار. يعني على فرض، يعني شوفوا هنا العلماء بيتنزلوا تنزل بعيد جدا، وهو على فرض أنه سيدنا عبد الله بن مسعود لم يروى عنه القرآن، لم يروى عنه عاصم وغيره القرآن وفيه المعوذتين والفاتحة، على فرض أنه ما كانش بيعتقد. يعني أنا هنروح معاك لحد آخر الخط وهنقول أنه سيدنا عبد الله بن مسعود ما كانش بيعتقد أن الفاتحة والعاصم من القرآن، فهل هذا يعارض المتواتر؟ يعني هنفترض أنه هو سيدنا عبد الله بن مسعود كان يعتقد ذلك، هو مجرد واحد رواية آحاد، هل رواية الآحاد تنهض لمعارضة التواتر الثابت عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنه؟ لا تعارضه، فما بالك إذا كان سيدنا عبد الله بن مسعود نفسه روى عنه أو روي عنه أو روى عنه الأئمة الفتح والمعوذتين. ثالثا، على فرض صحة الرواية فيحمل ذلك على أنه كان قبل أن يستيقن ذلك، فلما علم ذلك وتيقنه رجع إلى رأي الجماعة، وليس أدل على ذلك من أن الذين تعزى قراءاتهم ابن مسعود متفقين على أن هذه السورة الثلاث من القرآن. قال الصباغ أنه لم يستقر عنده القطع بذلك، ثم حصل الاتفاق بعد ذلك، وهذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس. يبقى إذن الجواب الثالث هو الذي تستريح إليه نفس الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى، وهو إن سيدنا عبد الله بن مسعود صح عنه ذلك، نعم، وقال ذلك معتقدا عدم قرآنية هذه السور، نعم، ثم بعد ذلك بان له أنها من القرآن فقرأها مع ما يقرأه من القرآن. يبقى كان يظن أنهما مش من القرآن، ثم ظهر له بعد ذلك أنهما من القرآن، ولا مشكلة في هذا. المهم ما استقر عليه رأيه في الأخير هو أنه كان يعتقد أن الفاتحة والمعوذتين من القرآن. يبقى هذه هي الشبهة الثالثة. الشبهة الرابعة، قالوا أن القرآن نقص منه ما كان بعض الصحابة يكتبه في مصحفه. يبقى القرآن اللي بين أدينا دوت ناقص، ليه؟ كان في حاجات بيكتبها الصحابة في مصاحفهم ما بنلاقيهاش دلوقتي، مش موجود. يدل على ذلك ما روي عن أبي بن كعب أنه كان يكتب في مصحفه سورتي الخلع والحفد. سورتي يا أخوانا الخلع والحفد، طيب، وهو دعاء القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. دي كده إيه، كان بعض الناس يقول لك دي سورة من القرآن، سورة الإيه، الخلع والحفد، أو سورتي الخلع والحفد. الجواب عن ذلك: لا نسلم أنهما من القرآن، وكتابة أبي بن كعب لهذا الدعاء في مصحفه لا يدل على القرآنية. لذلك يا أخوان نحن قلنا لحضراتكم وإحنا بنشرح الجمع العثماني إنه كان من حسنات سيدنا عثمان إنه حرق المصاحف. ليه؟ لأن الناس كانت بتخلط القرآن مع ما ليس بقرآن. أهو ده نموذج قدامناه، ظن أن الدعاء الذي كتبه أبي في مصحفه قرآن، وقال لك ده القرآن ناقص. فبالك إذا كان سيدنا عبد الله بن سيدنا عثمان بن عفان ترك المصاحف في الأمة كلها مختلطة القرآن بغير القرآن، كنت هتبص تلاقي طلعت ناس باحثين عاملين نفسهم موضوعيين وبيعملوا يبحثوا في المخطوطات القديمة، يقول لك ده القرآن اللي موجود بين إيدينا دوت ما يجيش 10% من القرآن الحقيقي. ايه هو يا عم القرآن الحقيقي؟ يقول لك هو اللي كان موجود في المخطوطات القديمة اللي احنا اكتشفناها. فتعالوا بقى نقول لكم على الاكتشاف العظيم بتاعنا، انه في مصاحف قديمة جدا لقيناها مليانة ايات مش موجودة دلوقتي، والناس في الواقع كانت ربما تكتب دعاء على هامش المصحف
تكتب معنى كلمة، تكتب أسباب نزول، تكتب حكم فقهي وهكذا. طيب، فلذلك سيدنا عثمان لما رأى هذا بعين البصيرة، هو كان رجل محدث ملهم، سيدنا عثمان رضي الله عنه، دخل عليه يوما رجل وكان قد نظر إلى امرأة في الطريق قبل أن يدخل مجلسه، فسيدنا عثمان مباشرة نظر إليه وقال: يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا؟ فالرجل قال له: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنها بصيرة المؤمن. فسيدنا عثمان كان رجل صاحب بصيرة، فرأى أو أراه الله سبحانه وتعالى إنه لو ترك المصاحف دون تجريد سيختلط الأمر بعد ذلك على الناس، فلذلك أمر بتحريق المصاحف، ووافقه على ذلك الصحابة الذين كانوا حضورا لهذه الوقائع، وكلهم حمد سعيه رضي الله عنه. إذن هذا الدعاء يقول الشيخ إنه كتابة أبي بن كعب لهذا الدعاء في مصحفه يدل على القرآنية، ونحن نعلم أن مصحف الصحابة لم تكن قاصرة على المتواتر، بل كان بعضها مشتمل على الأحادي والمنسوخ تلاوة، وعلى بعض تفسيرات وتأويلات وأدعية ومأثورات، ومن ذلك هذا الدعاء الذي يقنط به بعض الأئمة في الوتر، ووجوده في مصحف لا يدل على أنه قرآن، كما أن القنوط به في الصلاة لا يدل على القرآنية، ولا يشك ذو نظر فاحص وذوق أدبي أن هذا الدعاء عليه مسحة من سحر القرآن وبلاغته وإعجازه وإشراقه مما يلقي بهذه في غيابة الإهمال. إن هذا الدعاء ليس عليه مسحة، ليس عليه مسحة القرآن، وإنما عليه مسحة البيان النبوي. يبقى هذا الدعاء يا أخوانا ليس عليه مسحة القرآن، سحر القرآن وإعجازه وبلاغته، وإنما هذا الدعاء يشبه الأحاديث النبوية. الأمر الثاني، على فرض أن أبين أثبتها في المصحف على أنها قرآن، فهي رواية أحادية، يعني هنزل مع الأخ اللي بيقول أنها قرآن وفضل مصمم بعد كل هذا الذي قلناه، نقول له: طيب يا سيدي، أنت زعلان ليه؟ سيدنا أبي رضي الله عنه كان يعتقد أنها من القرآن، فماذا كان؟ إيه اللي حصل يعني؟ إيه اللي هيحصل؟ سيدنا أبي فرض في مقابلة آلاف من الصحابة المؤلفة التي رأت أن هذه ليست قرآنا ولم تروى عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. فهل القرآن يثبت برواية الأحد، ولا القرآن يثبت برواية التواتر بالتواتر؟ وهل القرآن محفوظ ولا القرآن مش محفوظ؟ إذا كنت تؤمن بالقرآن، يعني إذا كنت تؤمن بالقرآن فالقرآن محفوظ، والقرآن وصلنا كاملا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إذا ما كنتش تؤمن بالقرآن فنقول لك بميزان العقل خبر الأحد لا ينهض لمعارضة خبر التواتر، ده إيه بالعقل المجرد كده، إنك عندك ميزانين أي واحدة فيهم ترجح، كفة المتواتر ولا كفة الأحاد؟ كفة المتواتر. يبقى لم يتواتر قرآنية هذا الدعاء، إذن هذا الدعاء ليس من القرآن، كده بكل بساطة يا جماعة. يبقى إذن على فرض أن أبين أثبتها في المصحف على أنها قرآن، فهي رواية أحادية ظنية لا تعارض القطعية الثابت بالتواتر، كما أنها لا تكفي في إثبات كونها من القرآن، لأن المعول عليه في ثبوت القرآن التواتر وليس غير ذلك. وهنا قاعدتان ينبغي التنبه إليهما في رد كل رواية تفيد زيادة شيء في القرآن أو نقص شيء منه، وهما، يبقى هديك الشيخ قاعدتين عشان تطبقهم دايما في أي رواية هتقراها في أي كتاب من الكتب، تقول لك ده القرآن في آية نسيوها، ده في آية نقصت، ده في آية زادت، حط القاعدتين دول في حلقة في ودانك، وانت إيه هتعرف تجاوب على أي رواية تراها في الكتب، ويطلع لك بعض الناس يشككك في دينك ويقول لك كذا وكذا، مع اعتبار، خذوا بالكم يا جماعة، مع اعتبار ان علماءنا لو خايفين من حاجة او لو عايزين يخفوا حاجة او لو عايزين يخدعوا الناس ما كانوش رأوا الروايات دي اصلا، ولا كانوا كتبوها في كتبهم اصلا، علماءنا هم اللي جابوها وهم اللي كتبوها. يعني اي حد هيطعن في التراث لازم هيرجع للتراث، أي حد يطعن في العلماء لازم هيرجع لأقوال العلماء، يعني هم علماءنا اللي جابوا له هذه الروايات بأنفسهم. طب ليه جابوها؟ لأنهم عارفين هي روايات ساقطة، عارفين هي روايات ساقطة، زي ما كده بيرولنا في الفقه الأقوال الشاذة، زي ما بيرولنا في الأحاديث الموضوعة، زي ما بيجيبولنا في التفسير الإسرائيليات، لأن هي عارفين إن هي حاجات ساقطة بنفسها، فبيذكروها كده لطلاب العلم عشان يتعلموا. إذن هيدينا الشيخ هنا قاعدتين. القاعدة الأولى: كل رواية أحادية لا
تقبل في إثبات شيء من القرآن. أي رواية أحد لا تقبل. ليه؟ لأن القرآن يثبت بالتواتر. اثنين، كل رواية أحادية تخالف المتواتر من القرآن لا تقبل، ويضرب بها عرض الحائط. يبقى إذا كان في عندنا رواية أحادية لا تعارض شيئا لا تقبل، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. طب عندنا رواية أحادية وعارضت التواتر برضو لا تقبل، طبعا من باب أولى. طيب إذن هاتان قاعدتان نافعتان في رد كل ما يقال حول القرآن العظيم. طيب الشبهة الخامسة، ما نقله العلامة الألوسي عن بعض الشيعة والملاحدة، وخلاصته أن عثمان بل وأبا بكر حرف القرآن وأسقط كثيرا من آياته وسوره، وقالوا إن القرآن الذي نزل به جبريل كان 17,000 آية، كان 17,000 آية. القرآن اللي موجود بيننا الآن يا أخواننا كم آية؟ 6,236 آية. يعني لو قال لك 17 آية يبقى القرآن على طول اللي موجود بيننا ده تلت القرآن فقط اللي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. تلتين القرآن ضاعوا على هذا القول. طيب فيقول لك هنا إيه بقى؟ وقالوا إن القرآن الذي نزل به جبريل كان 17,000 آية، وأن سورة الأحزاب كانت مثل سورة الأنعام أسقطوا منها فضائل أهل البيت، وأن سورة الولاية أسقطت بتمامها إلى غير ذلك من الأباطيل والخرافات. الكلام ده طبعا بيردده جماعة الشيعة، ينقلوا الملاحدة، وهتلاقي بيردده العلمانيين والمستشرقين وأذنبهم في العالم كله، فهم كلهم منفذين على بعض. يعني إيه؟ شبهات الشيعة بياخدها المستشرقين ويعيدوا صياغتها، شبهات الملاحدة بياخدوها من الشيعة والمستشرقين، وكلهم كده إيه؟ كلهم ما شاء الله عمين يخدموا على بعض في الطعن في القرآن العظيم. قال والجواب أن هذه دعاوى لم يقم عليها شبه دليل، ولو أن كل دعوة تقبل من غير استدلال لما ثبتت حقيقة. دايما كده العقلاء عندهم قاعدة تقول لك إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. لو أي حد هيقول أي حاجة هيبقى الكلام ملوش لزام ولا خطام، كل الناس هتدعي ما ليس لها وهتقول أي كلام في الهوى. فين الأدلة على هذا الكلام؟ فين ما يدل على هذا الكلام؟ ولما توصل الناس إلى علم ومعرفة، وهذا الكلام من غلو الشيعة في آرائهم الجائرة، ولهذا نجد العقلاء منهم يتبرؤون من مثل هذه الخرافات. قال الطبرسي في مجمع الطبرسي، هذا من مفسر الشيعة، له تفسير جيد اسمه مجمع البيان، وهو من علمائهم. أما الزيادة في القرآن فمجمع على بطلانها. أنت عندك القرآن تحريفه بالزيادة والنقصان، تمام؟ التحريف إما يكون بالزيادة أو بالنقصان. التحريف بالزيادة مجمع على بطلانها، يعني القرآن الموجود الآن ما فيهوش زيادات. طيب أما النقصان، القرآن هل القرآن ناقص أو لا؟ فيه فروي عن قوم من أصحابنا وقوم من حشوية العامة، والصحيح خلافه. إذن إيه؟ روي عن قوم من أصحابنا، أصحابنا يعني الشيعة، ومن حشوية العامة، العامة يعني أهل السنة. ما هو لازم كده إيه؟ لما يكون في أي قول شنيع عند جماعة الشيعة عشان تعرفوهم يعني كويس، ما يقولوش ده احنا بس اللي بنقول، يقول لك لا، ما هو برضو في قول عند أهل السنة بيقول كده، عشان إيه؟ ما يظهروش مذهبهم إن هو إيه متهافت وإن هو بينفرد بالآراء الشاذ. دايما كده يقول لك مذهبنا وفي قول، ده قول عند أهل السنة، عشان يرفعوا الشناعة عن أنفسهم أو يرفعون اختصاصهم بالأقوال الشنيعة. وطبعا ما فيش حد من حشوية العامة ولا العامة ولا غيرهم بيقول هذا الكلام، ما فيش حد يقول هذا الكلام اللي هم. هو هتلاقيه بيجيب لك الروايات اللي عند الإتقان في السيوطي في الإتقان وغيره، يقول لك أهو في ناس بتقول إن القرآن نقص منه، أهو الرواية أكلته الداجن ومش عارف إيه والحاجات دي كلها، إن كان في آيات وأكلتها الداجن اللي هو الدجاج، يعني الرواية كده مروية عن السيدة عائشة. فمعنى ذلك هو السيوطي جاب الروايات أهو، فمعنى كده إن ممكن يكون بيقول إن القرآن نقص، أو على الأقل بعض الصحابة كانوا بيقولوا إن القرآن نقص. فإيه؟ فيجمعوا هم بقى الروايات اللي شبه كده، يقول لك مش احنا لوحدنا، ده عندكم في كتبكم انتوا كمان. لكن الحقيقه انه نعم هذه الروايات موجوده في كتبنا،
لكن ما فيش ولا عالم من علمائنا بنى عليها حكم، ولا أي عالم من علمائنا قال إن القرآن ناقص، بينما هم عندهم اتجاه قوي، اتجاه قوي بتحريف القرآن. عند الجماعة دول اتجاه قوي جدا بأن القرآن محرف، وإن كانوا ينكرون ذلك. يعني المحدثون منهم زي الخميني ومن جاء بعده بعد ثورة الخميني ينكرون تحريف القرآن، لكن الرجوع إلى مصادرهم الأصلية يقول إن عندهم شنائع فظيعة لا بد أن يتبرأوا منها. يقول الشيخ: ثم ماذا تقولون أيها المتشيعون؟ لقد صار الأمر إلى علي كرم الله وجهه ودنت له الأقطار كلها عدا مصر والشام. سيدنا علي لما تولى الخلافة ليه ما رجعش المصحف الأصلي؟ ليه ما رجعش سورة آل البيت كما تقولون؟ والمصاحف التي كتبها عثمان تتلى، وقد ظلت دولة أهل البيت ما يقرب من 5 سنين. طبعا دولة أهل البيت ما ظلتش 5 سنين بس في الحقيقة، يعني هو سيدنا علي حكم، وبعدين سيدنا الحسن حكم، وبعدين قامت دولة بني أمية، ولم يأتي القرن الرابع الهجري، زي بيقول الأستاذ محمود شاكر في كتابه التاريخ الإسلامي، لم يأتي القرن الرابع الهجري إلا والعالم الإسلامي كله يحكمه منتسبون لأهل البيت أو مدعون النسبة لأهل البيت. العالم الإسلامي كله في القرن الرابع الهجري كان يحكم باسم أهل البيت، ومع ذلك ما حدش من هؤلاء جميعا الذين يتمسحون في أهل البيت طلع الصور اللي هي الايه اللي بيتقال ان هي الحذف دي. وائمه اهل البيت كانوا موجودين رضي الله عنهم، سيدنا ابو جعفر الصادق وغيره وغيره، دول ائمه من اهل السنه بالمناسبه، مش من الشيعة يعني. هو بس الايه الجماعه دول باتجاه سياسي اراد التمسح باهل البيت، لكن ائمه اهل البيت انفسهم من اهل السنه. والمصاحف التي كتبها عثمان ظلت تتلى، وقد ظلت دوله اهل البيت ما يكون 5 سنين، فكيف يسكتون على ذلك وهو منكر شنيع يجب على الإمام أن يسارع لإذا يلته؟ إذن لو كان ذلك كذلك فلما لم يزيل هذا المنكر سيدنا علي ومن جاء بعده؟ ولو أن شيئا من ذلك وقع لما قاله المؤرخون الأثبات، ولكن شيئا من ذلك لم يكن. يعني خلاصة الأمر إنه كلام في الهوى. لما تقول لي في 17,000 آية ومش باقي منهم غير 16,000 آية، يعني 2 القرآن محذوف، ماشي ده كلام جميل، فين بقى الدليل على هذا الكلام؟ هي دعوة بغير إيه؟ بغير بينة. وإذا كانت الدعوة بغير بينة فهي لا قيمة لها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.